هذا وأشار المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أشار إلى التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أنه تم جذب استثمارات جديدة في عدة مجالات هامة، ومعلنا ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات إلى مصر بنسبة 53%. تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية والتي تضم حاليا أكثر من 1130 فرصة استثمارية و92 دراسة جدوى، وتم طرح أكثر من 3700 فرصة استثمارية تشمل أراضي ومجتمعات صناعية كاملة المرافق، والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمع تنموي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة. وجاءت النتائج العملية بجذب استثمارات جديدة بمجالات اقتصادية هامة، خاصة صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات والصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات. كل ذلك كان له أثرا في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021-2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي كمحصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليار دولار تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزي، والذي يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك على الرغم مما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات عالمية وإقليمية.